احنا اليوم عم نطلق OffSCAPE اللي هو الاكسبيرينس تبع 4x4. المغزى من وراها انه الواحد يعرف قديش قيمه سيارته 4x4 اللي عم بدفع زياده عشان ياخذ سياره دفع رباعي، يعرف ايش عم بدفع عليها. انا جزء المفضل صراحه اللي هو الحدايد عشان الارتكيوليشن تبع السياره وعشان الكليرنس تبع السياره. صراحة الإيفنت اليوم كثير محمس، وجربت هلأ سيارة الفورتشنر على التراك. أصعب بارت كان الخشب، بس أحلى بارت كان لما تنزل بالماء. حاب أشكر تويوتا صراحة على الفرصة اللي كثير خرافية اللي أعطونا إياها عشان نجرب سيارات 4x4. خرافي الوضع صراحة،